طيب أخذنا المحاضرة اللي فاتت الـ One Way Decision، تمام؟ وأخذنا إنه لما يكون في عندي إنه أكثر من Intendation اللي هي الـ 4 جواتها F والـ F جواتها F اللي هي Nested F، تمام؟ وأخذنا كذلك الـ Multi Way Decision أو عفواً الـ Two Way Decision اللي هي الـ F والـ Else، إنه في حالة الياس ينفذ حاجة وفي حالة النو نفذ شيء تاني. اليوم إن شاء الله بدنا نكمل في conditional structure إضافية. conditional structures إضافية زي إيش مثلاً؟ إنه يكون في عندي هنا multi way decision. طيب عشان أنا أوضح لك الموضوع هذا خليني أنا أكتب لك كود هنا. هاي الاكس بتساوي 5، اذا كانت الاكس اكبر من 5 اكبر من 3 print x is bigger or larger than 5 3. نحن في two way decision أخذنا else، هنا print إيش الحالة المغايرة هنا؟ إنه إحنا هنا اتفقنا إنه ال x فعلا أكبر من 3 وهنا إذا كانتش أكبر من 3 شو بتكون؟ أقل من أو تساوي، مش أصغر بس أقل من أو تساوي، فهنا X أقل من أو تساوي 3. يبقى هنا إذا أنا أجيت عند الـ else أنا بكون ضامن إنه الـ X أقل من أو تساوي 3. عشان هيك في جملة الطباعة إيش بدي أحكي؟ إنه الـ X is less than or equal 3. تمام؟ واضح يا شباب مركزين معايا؟ هجيت جوات الـ else ايش يا استاذ؟ ليش حطينا هاي؟ طيب انت في عندك شغلة أساسية في اللغة، ايش هي الشغلة الأساسية؟ انه انت بدك تحكي مع زميلك صح؟ تعمل تشات معه، تحكي بشكل سريع. وهذه الشغله يمكن انت بتسويها، فانت بتصير بدل ما انت تحكي له بدي اروح، ايش تحكي له؟ بدي اروح، تحط حرف الدال وتكتب اروح. فبالتالي اللانجويج وخاصه عند الشباب بحبوا انه هو يستخدموا الاختصارات. فبالتالي انت ليش تغلب حالك؟ بالله عليك ليش تغلب حالك؟ تيجي تقول لي هنا F الـ X أقل من أو تساوي 3، تمام؟ بدك تعمل لي هذا الكلام. ليش؟ بالله عليك ليش؟ أنت بتقول له إنه أكبر من 3، بعدها بتيجي بتقول له else، إيش يعني else؟ غير هيك، إيش يعني غير الأكبر من 3؟ هيو كتب لك اياه اصغر من او تساوي. فبالتالي هذا الكلام كله شايف قديش مش اسهل؟ هو هذا الغرض. انت كمبرمج انت الان لسه يعني انه انت يعني انه عمالنا بنكتب اكواد، يا دوبك نكتب 10 20 سطر، بعد هيك انه انت بدك تكتب اكواد كثيره. فبالتالي لما بتكتب اكواد كثيره انه اي حاجه بتسهل عليك تخليك تكتب كود بشكل اسرع بتفضلها، تمام؟ فبتصير انه else هي اسرع بالنسبه لإلك، تمام؟ واضح؟ طيب هجيت انه عند ال else اتفقنا انه
الاكس الحالة المغايرة اقل من او تساوي 3. انا ضامن جاي هنا عند الالس وانه الاكس اقل من او تساوي 3. اقدر بدي احط شرط اف اكس. خلي بالك انا جاي هنا وضامن انه اقل من 3 بس بدي افحص انه تكون اكبر من 1. انه اكس ايش معنات هذا الكلام؟ وكأنه قاعد بقول انه الاكس بين الواحد والثلاثة. وين يساوي؟ ايش يساوي؟ ايوه حكيت less than or equal 3 or equal اقل من او تساوي 3 وفي نفس الوقت اكبر من 1. هذا الشرط تمام؟ جرب حرقت هنا حسب الحالة هذا ايش راح يطبع معك؟ هذا والالس مش حتتنفس خالص. فهنا x is larger than 3. طب نحطها نحط الاكس 2 ايش حيتنفس معي؟ هاي الجملة حتتنفس. وايش كمان؟ واللي تحتيها. ليش؟ لأنه أكبر من الواحد. هي أقل من الثلاثة ولكن كمان أكبر من الواحد. فبالتالي هاي وهاي عشان إنه تكون الأمور واضحة عندك. هاي لاين ثلاثة هنا لاين خمسة. هاي السطر هذا اللي على الشمال أرقام الأسطر شايفها. وهنا لاين 7. احنا اتفقنا انه عند الخمسة ايش بيشتغل معايا؟ لاين 3 تمام؟ الان نحط 2 هذا مش حيشتغل، حيشتغل 5 و7. 5 لانه اقل من او تساوي 3 وجواتها هنا انه كمان اكبر من الواحد حيشتغل لاين 7. طب لو حطيت 0 اي سطر؟ لاين 5 فقط. لاين 5 فقط لانه حيجي هنا الصفر اقل من او تساوي 3 لكن مش اكبر من 1 حيشتغل بس لاين 5. تمام؟ اثنين ونص أكبر من الواحد حيطبع 5 و7 تمام؟ طيب هذا السطر انسى لي. وهنا بده يصير لاين 6. فاحنا ايش بدنا نركز؟ انه أقل من أو تساوي 3 وأكبر من الواحد. فبالتالي هنا لاين 6 متى بيشتغل؟ إذا كانت القيمة أنا عندي 2 تمام؟ 1 بيشتغلش. ليش؟ لأنه الواحد مش أكبر من الواحد بتساويه. فبالتالي هنا بيطلعش عندي ولا إيش. اللي بدي أوصل لك إياه خليها هنا 2. بدي أوصل لك إياه إنه نفس المبدأ، مبدأ الاختصار، إنه أنت بدل ما تقول else وتدخل لي جوا if زي بدي أروح بالضبط، تحط دال وأروح، إيش تعمل؟ if يبقى الالف هي عبارة عن else if وهذا الشرط بالضبط بناخده هنا تمام. وهذه الاف بصير ملهاش لازمة لأنه حطيناها مع الالس وهذا الانتنديشن تبعه بدنا ننقصه
واضح؟ يبقى بدل ما إلس إف ألف على طول. تمام؟ إيش الفائدة؟ اختصار بس، أسهل في التكويت إن صح التعبير. تمام؟ يبقى هنا في المالتي واي لاحظ إن أنا في عندي إف ألف. خلي بالك في فيش أنت عندك إلس معلقة، كل إلس لازم تكون تابعة للإف. هاي الإلس تابعة لأي هي إف؟ هاي. طيب وهاي الإلس للإف اللي قبليها. خلي بالك كل إلس بتكون تابعة للإف اللي قبليها، مش للإف الأولانية، للي قبليها. تمام؟ هذا بنسميه مالتي واي ديسيجن. يبقى هنا إف إلف إلس، هنا إيش الشرط؟ أقل من اثنين، هنا أقل من العشرة. تمام؟ وهنا إنه إلس غير هذه وغير هذه إنه لارج، زي كأنه مطلوب منك إنه أنت الرقم إنه أنت تقسمه ثلاث فترات وتحدد إنه هل هو بيقع هنا ولا هنا ولا هنا. هنا سمول، هنا ميديا، هنا لارج. يبقى هنا اس. تمام؟ وهنا ميديا وهنا لارج. ركز معايا، لو حطينا هنا انه بغض النظر عن قيمة الاكس، تبع معايا اكس اقل من اثنين ايش راح يكون؟ قيمتها صغيرة، فعشان هيك بنطبع سمول. وين بعديها حيروح؟ على انه يفحص هل هي اقل من عشرة. تمام؟ هنا هذا خلي بالك انه السطر هذا بدي اعمل لك اياه زي هيك، واضح؟ يعني هنا في حالة اليس بطبع سمول، وين بطلع؟ على all done. ليش؟ ايش السبب؟ لانه انت في النو انت بتقول له انه في عندك إلس. تمام؟ والبلوك تبع الإلس هذا كله هي، وهذا البلوك تابع كله للإلس. خلاص انت عندك هذه ترو، ساعتها بتقفز مباشرة على all done. طيب كان نو، هجيت انت عندك تطلع على الفلوت شارت اكس بتساوي زيرو. هل الزيرو اقل من اثنين؟ يبقى اطبع لي سمول. وين بنروح؟ على all done. تمام؟ يبقى هنا من هاي الجملة بتقفز على all done، هذا البلوك كله تطلعش عليه لانه انت بتقول else، والelse هذه تابعة لمين؟ لهاي الاف. واحنا في التو واي ديسيجن انت بتقول انه الاف والالس اذا تنفذت هاي بتتنفذش هاي، والعكس صحيح. تمام؟ اذا تنفذت الياس النو هذا كله بدك تشطبه، اذا تنفذ النو الياس هذا بدك تشطبه، زي هيك. تمام؟ كيف؟ ما هي الالف هي عباره عن الس اف، اتفقنا على هذا الكلام. طيب حكيت الاكس بتساوي زيرو، هل الزيرو اقل من اثنين؟ صحيح. اطبع سمول واقفز وين؟ هنا. خلصنا منه بالضبط، بدنا نمسح. حكيت الاكس هاي اعتبر لي اياها خمسة، هل الخمسة اقل من الاثنين؟ لا نو. وينه حيروح؟ على إلس الألف. خلي بالك أنا جاي هنا وضامن إنه الإكس قديش؟ أو تساوي. خلي بالك تنساهاش هذا. هنا لما أقول إلس دائما بتحط عكس الشرط. هنا أنا بقول لك إذا كانت الإف أقل من اثنين يبقى الإلس تبعها إيش أنا بكون ضامن؟ أصغر من أو تساوي. إذا قلت لك الإف اقل من او تساوي الاثنين يبقى الاصغر، يبقى الالس تبعها
أكبر من الاثنين بالضبط. يبقى هنا أنا جاي وضامن إنه الإكس أكبر من أو تساوي الاثنين. ليش؟ إيش السبب؟ هذا فولس. يبقى أنا ضامن إنه جاي هنا عند المنطقة هذه وضامن إنه الإكس أكبر من أو تساوي الاثنين. إيش الشرط هنا في الألف؟ بدنا نفحص إنه أقل من 10. إحنا ضامنين إنه يعني أكبر من الاثنين، بس بدنا نفحص إنه أقل من 10. يعني زي كأنه بدنا نقول بين الاثنين والعشرة. إذا بين الاثنين والعشرة، إذا كان هذا كلام هذا ترو، إيش بنطبع؟ ميديوم. طب إلس إيش بيكون الحالة المغايرة هنا؟ إنه بنكون ضامنين إنه الإكس، أنت بدك تقول لي قديش؟ 10. ليش؟ عكس هذا الشرط. مش الإلس هذه تبعت الإف؟ إيش شرط الإف؟ أقل من 10. يبقى هنا أكبر من أو تساوي. بمعنى ذلك، بمعنى آخر، إنه أنت بدك تتخيل لي هاي الفترة زي هيك، عندك ثلاث مناطق هي 2 10، وهنا أنت عندك مفتوح إلى ما لا نهاية، تمام؟ أو لا، إنه إحنا في عنا هاي، لا في عنا، استنى، هاي واحدة، هذه ماينس إنفينيتي، وعندي الاثنين، وعندي 10، وعندي هنا ما لا نهاية، تمام؟ هاي الفترات كلها. هذا إيش بتروح بطبع؟ سمول، اللي هو أقل من اثنين. قديش أقل من اثنين؟ عندك لغاية ما لا نهاية، إن شاء الله تحط ماينس 10,000. بعديها من 2 ل 10 إيش بنطبع؟ ميديوم. بعديها من 10 إلى ما لا نهاية لارج. هذا هو ملتي واي ديسيجن. كم واي أنت عندك؟ هاي 1، هاي 2، هاي 3. يا هذا يا هذا يا هذا، عشان هيك بنسميه ملتي واي. كيف التركيبة تبعته؟ F ألف إلس. F ألف إلس كم تفريعة عملت؟ ثلاثة. طب F ألف ألف إلس بتزود كمان وبتعمل قد ما بدك. هاي معناته ملتي واي. ملتي واي معناها إنه ثلاثة فما فوق. واضح؟ حسب هنا، حسب الخمسة ايش بروح بطبع لك؟ ميديوم. ليش؟ تعال شوف هذه، هل الخمسة أقل من اثنين؟ لا. رحت هنا، أنا ضامن إنه أكبر من أو تساوي الاثنين، بس بدنا نشوفها أقل من العشرة، يبقى أنا بفحص ضمن الفترة هذه أكبر من اثنين وأقل من عشرة. إذا ترو بطبع ميديوم، فهي فعلا الخمسة بين الاثنين والعشرة. الخمسة أقل من عشرة ترو، بطبع ميديوم. جرب الحالة الثالثة، الإكس 20، تمام؟ هل للعشرين أقل من الاثنين؟ لا. روح على الحالة المغايرة، إيش أنا بكون ضامن؟ أكبر من أو تساوي الاثنين. هل أقل من العشرة؟ لا. بروح على الإلس، أنا إيش بكون ضامن؟ أكبر من أو تساوي عشرة، يبقى بطبع لارج. أكبر من أو تساوي عشرة. هنا الحالة المغايرة هنا X بتكون أكبر من أو تساوي عشرة. ليش؟ عكس هذا الشرط. وهنا X أكبر من أو تساوي قديش؟ 2، لأنه عكس هذا الشرط، تمام؟ واضح يا شباب؟ إيش نمط السؤال هنا؟ بقول لك ببساطة اكتب برنامج عشان يطبع انه اذا كان والله رينج الارقام اقل من 2 يطبع سمول، كان بين 2 والعشرة يطبع ميديوم. الارقام هذه انا ممكن اغير لك اياها، بس هنا مبدأ البرنامج نفس الاشي. كان اكبر مثلا من 40، من 2 ل 40 بدي اعتبره ميديوم، كان اكبر من 40 بدي اعتبره لارج.
او بدي اجيب لك السؤال التقليدي انه انت عندك 60 راس لغاية 70 باس لغاية 80 جيد تمام لغاية 90 very good لغاية 100 هذه كم وي خليني اعمل لك اياها في سلايد مختلفة عشان هاي بدي احط لك اياها في سلايد فاضية هنا احنا اتفقنا انه احنا عندنا نظام هنا في الجامعة انه انا عندي هنا عندي 60 اقل منها لما اقول اقل منها لغاية 59 ما قلتش اقل منها او تساوي اقل من 60 يبقى فيل راسب بعديها هنا 70 لغاية 70 لما احكي غاية 70 معناها لغاية 69 قديش باس مقبول تمام لغاية 80 80 بقصد هنا فيها 79 لغاية 79 بقول انه انت جايب جيد لغاية 90 90 انا بقصد هنا لغاية 89 انا بقول اقل من 90 اقل من 90 يعني 89 يعني هنا very good وهنا لغاية 100 تمام يبقى هنا عندك 1 2 3 4 5 5 ways decision تمام طيب هنا بحكي لي انه انت ممكن يكون عندك 1000 وفيش إلها إلس ممكن يكون الاف ما لهاش إلس يبقى هذه إلس اف وهنا فيش إلس عادي فانت هنا ايش عملت الفترات سمول وميديوم اللارج طيرتها بيصير فيش مشكلة هذا انت عندك كود كامل انه انت عندك هنا سمول اقل من 2 من 2 ل 10 ميديوم من 10 ل 20 بيج كبير هنا راح فصلها اكثر من 20 ل 40 لارج ومن 40 ل 100 هيوج ضخم جدا إلس ايش معنات إلس اكثر من قديش من 100 فوق ال 100 ايش بتروح تحكي جينيروس حاجه كبيره خالص كبيره جدا تمام شوف كيف اف 1000 1000 1000 1000 الس كيف إذا فيش إلس وين هذه الأخيرة؟ إذا ما كانش إلس بيكون محدد الفترة ما هو الفترة أنت عندك الفترة مفتوحة أنت بتقول هنا فوق المية أنه زي هيك تمام؟
طيب بدي اياك طلع ورقة وقلم. هاي انت عندك هاي البرنامج المطلوب منك. قالنا نعمل student grade تقدير الطالب. وهنا حكينا نص السؤال واكتب برنامج لإدخال علامة طالب وطباعة تقديره وفقا لنظام الجامعة أو نظام الجامعة اللي بينت لكم إياه على اللوح. تمام؟ فجيت هنا طبعا أنت عامل إكس برضو مش راضي تعود حالك. أنت بتعمل أنسب اسم للمتغير مارك بتساوي انت انبوت. تمام؟ خلي بالك دائما على الموديل تعود انه انت الانبوت هذه تحطها فاضيه زي هيك. تمام؟ لانه انا مش هخمن الرسائل اللي انت بتدخلها كلها، يعني كل واحد بيدخل رسائل مختلفة، فعشان هيك دخل انبوت فاضي. لكن هنا عشان احنا بنكتب برنامج وبشرح قاعد بحط رسالة توضيحية. خلي بالك مشالها. تمام؟ فهنا بليز انتر يور مارك نقطتين وسبيس. نبدأ الفترات من الأول. إذا العلامة أقل من 60، مش أقل من أو تساوي، معنى ذلك لغاية 59، إيش بيكون وضعه؟ فيل. حاجات لازم ألف، لازم ألس مع إف، لأنه أنت بدك تتأكد إنه أكبر من 60 وأصغر من 70. لانه في بعضكم انه حطها بدون شرط، باجي مثلا انا جايب 95 وانت بتيجي بتفحص لي انه اذا كانت العلامه اكبر من 60 اطبع انه انت مقبول. لا بالضبط. فهنا بتحط 1000. ايش الحاله المغايره؟ انه انا هنا اجيت للمنطقه هذه انا ضامن انه اكبر من او تساوي 60، بس بدي افحص اقل من 40 لغاية ال 69 يعني. تمام؟ لغاية ال 69 ايش بكون وضعه؟ مقبول. برضو نفس الفكرة، انا جيت المنطقة هذه وضامن انه اكبر من او تساوي 70، بس بدنا نفحص اقل من لغاية ال 79 يعني، أقل من 80 لغاية ال 79، ساعتها إيش بكون وضعه؟ ألف. هنا بدنا نفحص إنه جاي المنطقة هذه وأنا ضامن إنه أكبر من 80، بس بدنا نفحص أقل من 90. من 80 ل 89 جيد جدا. هيك انا هنا جاي المنطقة هذه وبكون ضامن انه ايش؟ اكبر من 90. ساعتها ما فيش داعي ان انا احط شرط، بحط تمام. واضح؟ لو دي يطبع العلامة بدل ايش؟ بدل الارضية بدل جولد فاريبل. ما العلامة هينا ادخلناها، ليش تطبعها ثاني؟ هو بعرض العلامة انت بتدخل علامة وبطبع لك تقدير. قديش جبت يا استاذ؟ قديش؟
101 ما فيش عندنا 101. 81 هذا طموحك في المادة؟ هو يمكن حاخدها. جيد جدا. سالب 10؟ لا هيطلع لك راسب لأنه أقل من 60. بينفع بقول لك اياه وبقول لك انه انت جايب امتياز بس هذا كلام مش مظبوط. كيف؟ صحيح. لقيت زميلك بيسال انه لو احنا حطينا 110 يعني واحد نابغه على الاخر يعني جاب 110 من 100 مش عارف من وين جابهم ال 10 الزياده. تمام؟ فاقول هدول يعني النظام انت بده بيسمح لك تدخل لغايه 100 تمام، فيفترض انه ما تقبلهاش منه. ونفس الاشي اللي جايب علامه بالماينس، في حدا بيجيب علامه بالماينس؟ يعني بكون الاستاذ بكره يعني بكره الطالب خالص، يعني حط له علامه بالماينس بغلبه كتير. تمام، بدنا نعملها. تمام، فهذا الكلام هاي بدنا نعمله نسخه ثانيه فيرجن 2 نفس السؤال. بس هنا ايش بدي احكي؟ اذا كانت العلامه اقل من صفر بطلع له اوت فرينج، خارج نطاق العلامة، فيش علامة بالماينس. تمام، وهنا بنكمل الباقي عادي. اقل من 60 انا بكون جاي هنا بكون ضامن انه اكبر من صفر. وهنا عند الاكسلنت تمام انا جاي هنا وضامن انه انا اكبر من 90، بس بدنا نتاكد انه اقل من 100، ساعتها بنطبع اكسلنت. وهنا بنضيف الالس، الالس ايش حتكون؟ اكبر من 100، ساعتها بنطبع له اوت اوف رينج. هيك بكون البرنامج تبعك متكامل. شغل هنا ماينس 10 أو 19 بيطبع لك. لا لا أنا ما شغلتش البرنامج، هذا برنامج القديم، هذا برنامج قديم. لازم أعمل رايت كليك وران هنا. هنا ماينس 19 أوت أوف رينج وفيل. ألف هاي الخطأ. إف ألف نفس النظام باقي الكل. فهنا نرجع نشغل مرة ثانية ماينس 19 out of range. طب حط 101 out of range. طب صفر راس 99 99 100 هيك بتتأكد البرنامج تبعك شغال. تمام تمام. طب 1 59 هاي 69 طلعت معايا مقبول. 59 تمام. فالفكرة في الموضوع هنا دائما انت عندك تبدأ بF بتكمل 1000 1000 1000 لغاية الالس اللي هي بتكون من 100 إلى ما لا نهاية. وهنا
من صفر إلى ما لا نهاية بالماينس، تمام؟ واضح يا شباب؟ فيش داعي إنه أنت تكتب يا أستاذ، فيش داعي إنه أنت تكتب. كيف؟ الأكواد أنت عندك، هذا كله الكلام حرفع لك إياه على الجيت هاب. خليني أتصل بالإنترنت. طيب خليك معايا يا أستاذ. حكيت هذا السؤال بده فهم تركيز، إنه هنا بدي أجيب لك مسألة أسألك فيها إنه على شكل بازل، على شكل متاهة، يعني بمعنى إنه بغض النظر عن قيمة X، بغض النظر عن قيمة X، يعني هنا احنا سابقا كنت اقول لك انه والله هذه حتشتغل او هذه حتشتغل بناء على قيمه الاكس. اجيت حجيب لك مساله انه بغض النظر عن قيمه الاكس، اشوفك فاهم ولا لا، ايش جمل البرنت، يعني هنا انه عارفين اي جمل البرنت بتشتغل، هنا بغض النظر عن قيمه الاكس ايش جمل البرنت اللي حتشتغل وايش جمل البرنت اللي مش حتشتغل. شوف كيف بدك تحلها. ناخذ هذا المثال الاول، بغض النظر عن قيمه الاكس، انت بتيجي بتقول هنا اذا كانت الاكس اقل من 2 هذا احتمال تتنفذ او لا، احتمال هيك واحتمال هيك، احتمال هيك واحتمال هيك، صح؟ ما دام احتمال هيك واحتمال هيك، هذه الجمله مش نيفر. انا المطلوب بدي الجمل اللي عمرها ما رح تتنفذ، نيفر على الاطلاق. ما دام الجمله هذه انه حسب يمكن تشتغل ويمكن لا، ساعتها انه لا مش الجمله اللي مطلوبه. نيجي على الجمله هذه، بس نجي نشوف الشرط. ايش الشرط هنا؟ اكبر من او تساوي 2. بس هنا انت وين حطتها؟ في الف، يبقى في عندك الس، والالس لاي اف هاي، واحنا تعودنا دائما انه الالف دائما بتكون الشرط العكس بالضبط. يبقى هنا الصيغه المغايره، هنا ايش الاكس؟ اصغر من 2، تمام؟ فبالتالي احنا جايين المنطقه هذه واحنا ضامنين انه الاكس اكبر من او تساوي 2، تمام؟ وانت بتروح تفحص زياده انه هل الاكس اكبر من او تساوي 2، يبقى هذه الجمله راح تتنفذ ولا لا؟ لا مش هيك الجواب، ركز معي. انا بدور انه الجمله انه انت تحدد يمكن تتنفذ ويمكن لا، او عمرها ما راح تتنفذ. هذه حكينا يمكن او يمكن لا، هاي برضو يمكن او يمكن لا. طيب هاي ليش مستحيل؟ انت بتكون جاي المنطقه هذه الالس عكس الاف، ايش الشرط هنا؟ اكبر من او تساوي 2، يبقى انت بتكون جاي المنطقه هذه وضامن انه الاكس اقل من 2. طب انت اصلا عندك هنا الاكس، شرط الاكس اقل من 2 موجود هنا قبل جمله فوق، يبقى هاي صعبه، صح؟ طريقه حل هذا السؤال انه انت تفكر في الجمله اذا كانت يمكن او يمكن لا، ساعتها مش الجمله المطلوبه. انا بدور على الجمله اللي مستحيل تتنفذ، بدور على الجمل المستحيل تتنفذ. هاي الجملة يمكن أو يمكن لا، يبقى بدي شيئا.
هاي الجملة برضو يمكن أو يمكن لا. هاي الجملة مستحيل. ليش؟ لأنه else أنا بكون جاي المنطقة هذه وضامن إنه x أقل من أو تساوي 2. بس إذا فعلاً x كانت أقل من أو تساوي 2، في جملة قبليها يفترض إنه هي تنفذت وطلع برا هنا. واضح؟ برضو صعبة. نعم. لأنه هذه فوق. وإذا تنفذت خلاص إنه بكون طلع برا. أيوة على الجملة اللي وراها. أما هذه عمره ما راح يصلها. ايش السبب عمره ما راح يوصلها؟ تنفذت في الاول. يعني انت عندك هنا يا هاي يا هاي، هاي عمرها ما راح تتنفذ. قديش بدك؟ هاي 4. اسمع يا استاذ، هل الاربعة اقل من 2؟ لا مش هتتنفس. خليني امسح كل حاجة. اكس بتساوي 4. هل الاربعة اقل من 2؟ نيجي على وين؟ على الالز. تمام؟ انا بكون جاي هنا وضامن انه الاكس اكبر من او تساوي 2، وهنا الشرط اكس اكبر من او تساوي 2. هل الاربعة اكبر من او تساوي 2؟ نعم صحيح. أكبر من، أنا بحكي في الأكبر من أو تساوي، إنه في حالة كان أكبر من أو تساوي واحدة منهم. هنا ارجع، هنا لما حكينا إنه أكبر من أو تساوي، هنا خلي بالك من الأور، يعني بيكون ترو في حال كان أكبر من أو في حالة تساوي واحدة منهم. يبقى هاي الجملة حتتنفس. كمل الكود، تبع كمل. else انت بتكون جاي المنطقة هاي، تمام، والاكس بتساوي 4. انت بتكون جاي المنطقة هاي، الالس ايش هي؟ عبارة عن الشرط المعاكس لهاي. اكس بتكون اقل من 2. هل الاربعة اقل من 2؟ عمرها ما رح تتنفس هاي الجملة. ليش؟ لانه لو كانت اقل من 2 بتكون اتنفذت الجملة رقم 1، البرنت 1 مش البرنت 3. وفي حال انه تنفذت برنت 1 خلاص حيطلع برا على الجملة هاي. ناخذ قيمة ثانية. ايش في عندك في الجوال يا استاذ؟ طيب ناخذ جملة، ناخذ قيمة ثانية. قديش بدك؟ انه انت اخذت في الاول انه هذه ما تتنفذش وهذه تنفذت، صح؟ خلينا ناخذ العكس، ناخذ 1، اكس بتساوي 1، خلينا بالموجب. تمام؟ هيها اقل من 2. هل الواحد اقل من 2؟ هي جملة برنت 1، جملة برنت 2، جملة برنت 3. هل الواحد أقل من 2؟ هذه حتتنفذ. الإلس حتتنفذ؟ لا. طب تعال هنا. أنت لما تيجي هنا إكس أقل من أو تساوي 2. هو الشرط صحيح ترو، بس بتكون انت نفذت 1 وطلعت برا. كيف؟ صحيح، الالس تابعه للاف اللي فوقيها مباشرة. مش هتتنفذ، عمرها ما راح تتنفذ. يبقى هاي الجملة عمرها ما راح تتنفذ. شفنا الحالة الأولى
انه هذه تنفذت وهذه ما تنفذتش، وشفنا الحالة المغايرة انه هذه ما تنفذتش وهذه تنفذت، لكن في كل الاحوال هذه ولا عمرها تنفذت. وانا اتحداك انه انت تجيب قيمة تخلي فيها البرنت الثالثة تشتغل. جيب لي قيمة البرنت الثالثة تشتغل فيها. يبقى البرنت الثالثة مستحيل تتنفذ، هاي معناة الكلام. جرب هذا الكلام. حكيت حكينا X بتساوي 1 إذا كانت الـ X أقل من الـ 2 لا small ولا large something else. مش هيوج، مش حكاية، مش هيوج، مش فترات. طيب هذا احنا ايش اتفقنا حيشتغل small ولا large؟ small. طيب بنجرب 4 قيمة اللي جربناها اول، ايش حيشتغل small ولا large؟ large. احنا جربنا 2 و4، هاي 3 كمان. سمول ولا لارج؟ ايش بدك احط؟ قديش؟ ايش سامع؟ رمز منفعش، احنا بنقارن ارقام. منفعش. لازم المقارنة تكون من نفس التايب. منفعش تقارن هل عندك كاركتر اقل من الاثنين؟ هل الـ A أقل من الاثنين؟ ما ينفعش تقارنها. كيف؟ فيش خطأ هنا في السينتاكس بالمرة. بس هنا إنه أنت يكون عندك القدرة إنه أنت تحدد إيش هي الجملة، هي نوع من الأسئلة. باجي بقول لك حدد لي جملة البرنت اللي مستحيل تتنفذ. هيك بكون نمط السؤال. كيف بدك تعرف إنه مستحيل تتنفذ؟ دور على الجمل اللي يمكن أو يمكن لا. تستثنيها وبعديها ايش بتروح بتحط الجملة اللي مستحيل تتنفذ هي بتكون الجواب. تمام؟ شوف المثال الثاني. ملهاش ايش؟ ايش يعني قيمة في الكود؟ لا هنا احنا اتفقنا انه الالس دائما بتكون الشرط المغاير للاف اللي قبليها. هنا اكبر من او تساوي 2، يبقى هنا اكس اقل من 2. حيطبعها اذا كانت الاكس اقل من 2. واحنا قلنا انه الاكس اذا كانت الاكس اقل من 2 حيطبع جملة البرنت الاولى وحيطلع برا هنا. حيطلع من البلوك، هذا عمره ما حيصل. يبقى هنا بيجي في المنطقة هذه إذا كانت الإكس أقل من أو تساوي 2، بس هو فعلياً لما تكون الإكس أقل من 2 بنفذ هاي مش هاي. ليش؟ لأنه طريقة التنفيذ إنه بنفذ هاي وبطلع برا. شوف المثال الثاني. بغض النظر عن الإكس، هنا أقل من أو تساوي 20، هذه يمكن أو يمكن لا. طيب أقل من أو تساوي 2 يمكن أو يمكن لا، أقل من أو تساوي 20. أصلاً أنت بتكون جاي المنطقة هذه وبتكون متأكد إنه أنت الإكس أقل من 2. أنت جاي وضامن الإكس أقل من 2. أنت إيش بتروح تفحصها؟ أقل من 20. أقل من
انت جاي اذا كانت هذه نو انت جاي هنا بتكون ضامن عفوا هذه اكبر يبقى هذه يمكن او يمكن لا وهنا اكس اكبر من او تساوي 20 انت جاي المنطقه هذه وضامن انه الاكس فوق ال 20 او تساويها سكري الباب وانت ايش بتفحصها اقل من 20 هذا الشرط عمره بصير ترو شو السبب انت بتكون جاي ومتاكد انه الاكس اكبر من او تساوي 20 وانت بتفحصها اقل من 20 فبالتالي هذا عمره ما راح يتنفس دائما فولس تمام طيب تعال هنا انت بتكون جاي المنطقه هذه ومتاكد انه الاكس اكبر من او تساوي 20 انا في عندي لخبطه يا شباب في عندي لخبطه هنا اقل من او تساوي هنا اقل من 2 هنا اكس اكبر من او تساوي 2 تمام انت متاكد انه هي اكبر من 2 بس بدك تفحص انه اقل من 20 يبقى هاي حيتنفس وهاي حيتنفس تمام نيجي هنا اقل من 10 بس هنا لما نيجي اقل من 10 احنا بنكون ضامنين انه الاكس اكبر من او تساوي 20 انت بتفحصها انه اقل من 10 وهي انت ضامن انه اكبر من 20 يبقى هاي عمرها ما راح تتنفس تمام والالس هاي انه الشرط المعاكس لهذه اللي هو اكس اكبر من او تساوي 10 تمام فبالتالي هنا انت بتكون جاي هنا وانه الاكس اكبر من او تساوي 10 هذه ممكن تتنفذ وممكن لا تمام يبقى باختصار عشان تتسجل عندك انه هاي الجملة عمرها ما راح تتنفذ وهاي الجملة عمرها ما راح تتنفذ نجرب هذا الكلام اكس بتساوي قديش بدنا نحط قيمة أقل من الاثنين خلينا نحط واحد ايش بتنفذ معايا هاي حتتنفذ ليش لا مش حتتنفذ اذا كان هذه ترو هذه مش حتتنفذ لانه انت عندك الف ما هي الالف هي عباره عن الف اف تمام يبقى هذه حتتنفذ وبعديها وين حيروح على الضم هاي بيلو 2 وراح على الضن مباشرة يبقى هذا إلس في إلو إف في إلس تاب على الإف هذه في إلس تاب على الإف هذه هذا البلوك كله صار بتنفذش تمام نجرب قيمة تانية قديش فوق الاثنين ثلاثة إيش حيتنفذ معاي هذه لا أنا لما إجيت هنا بكون ضامن أكبر من أو تساوي الاثنين بس بدنا نشوفها أقل من 20 يبقى هذه حتتنفذ هذه حتتنفذ ولا لا؟ ليش؟ لأنه هذه ترو عفوا هذه ترو هذه فولس مش حتتنفذ
يبقى هاي الجملة هاي وطلع برا. تمام؟ مركزين معايا يا شباب؟ مركزين على الآخر؟ صحيح صحيح. ليش؟ لأنه أنت عندك البلوك هذه الإف هي إل ستاب على إلها. تمام؟ هذه الإل ستاب على الإف هاي بالضبط. خلص بطلع عند الجملة رقم 5 وبطلع برا. يبقى الجملة هذه عمرها ما راح تتنفذ حتى لو كان الإكس فعلا أقل من العشرة. حتى لو كانت الإكس يعني هاي هشوفها هاي 3، هل الثلاثة أقل من العشرة؟ بس أنت بتكون طالع قبليها بالضبط. واضح؟ تمام يا شباب؟ يعطيكم العافية. Thank you.